السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ وليداتكم رجالاتكم كلشي بخير؟ تنسلم عليكم داخل المغرب وخارج المغرب من طنجة للقويرة. كي دايرين؟ لاباس عليكم كاملين؟ تنتمناكم تقبلوا عليا اليوم ان شاء الله. غنقدم لكم بداز واحد الحاجه، حنا بشي حاجه نقولها فراس الورق ديال اللفت اللي بغيتو تشوفوه. ها هو، مشيت البارح في العشيه للجنان وعجبني هذا الشيء وشريته وجبته، قلت الله تنشرب معاكم هذا شويه بداز اللي غندير اليوم. هذا الورق ديال اللفت اللي هو افراس بالشلحه، الشلحه يعرفوه. هذا الكرنب غيشهيكم هذا الشيء، هذا الشيء يلا تحيد من الجنان. حتى المغرب ديال البارح اللي تحيد من الجنان. هذا القزبور ديال الجنان، ها هو. ها هذه البصله ديال الورق، أزالي مني فرون شلوع، ها هو. هذه الفلفلة حارة ديال الجنان، شي كلشي الله يتجاتو غير في الجنان. هذا طحين ديال بداز، طحين الضرع لي معرفوش، طحين ديال الضرع. هاد بداز ما يحتاج شي حاجة خارجة من سميتو، كلشي بلدي. هانتوما العطرية، معلقة د الملحة، معلقة صغيرة الكمون، البزار، معلقة ديال الحرقوم البلدي، معلقة ديال التحميرة، زيت العود، مخدمش لسيور، والبرمة فاش نطيبو، هادشي لي غيحتاج البداز. كلشي بلدي إن شاء الله، ونطلب منكم تقبلو علينا وتدعمونا، الله يرحم الوالدين، الله يجزيكم بخير، فضلا وليس أمرا. المشاهدين، هاني دابا غنبدا بهاد الورق ديال اللفت، حيت ما غنغسلو حتى نقرضو ان شاء الله. هانتوما معايا غتشوفو الا قرضت كلشي هاد الشيء. هانتوما حتى هاد اللفته تنقيها وتنديروها في البداز ديالنا. اسمحوا لي طاحت ليا ما بغاتنيش، حتى هي ما تلفش، حيت زوينه وصغيره طيه. ها هو رقيق، هذا راه صحي، راه صلاح المولين السكر، صلاح لكلشي، راه صحي هذا الورق ديال البيت. تبعوا الحاجه الصحيه، الله يرحم بها الوالدين، المعلبات ما عندكم ما ديروا بهم. المهم البنات، كيما كتشوفوا الواليد راه قطعات الخضرا وقطعات الكزبر وكلشي خلطاتو هنايا، دابا راه كتغسل فيه كيما كتشوفوا. الله يرضي عليكم، تطرجوه مزيان باش ما تكونش فيه الرملة، ديرو لي بحال هكا شي شكة باش الرملة تهبط وتقطعها، تقطع شي رملة ولا شي غبرة تهبط. أنا في البصلة والقزبر كلشي كامل تخلط في هاد البانيو هدا. هدا بداز علمتو ليا أمي، الله يخليها لي. يلا بينا دابا نبداو في المعقول. ها انتما البنات، ها درت البته غلا، ما غندير حتى شي حاجه، ما غنقليش، يجي داك
صحيح. هانتوما كنتمنى كنت قبلوا عليا ان شاء الله، نتمنى قبلوا عليا الله يجزاكم بخير. غندير الغرفة ديال الزيت، الغرفة ولا جوج معالق كبار زيت العود، واخا مكليناش راه غالية كنرزقو ان شاء الله. هانتو الملحة، حاول ما تكتبش الملحة بزاف غالا طيب. دابا مطيشه نسيت ما قلت لكم قبيله، واحد مطيشه محكوك نسيتها، ها هي نحكها ونديرها تاع يقلب هذا الشيء طيب. باقي الفلفله ومطيشه، هذا هو الشغل ديال هذا الشيء، تيجي صحي. نتلاقاو ان شاء الله عند الحيط تبدل. ها انتم بالبنات، هاني غنبدا بالدز ديالي. ها القله ديال الطراب غادي عليكم، بقات تخدموا بالماء ديال القله. انا راه عندي البير في الدار، راه مقال بالماء ديال البير واش كيصحي. وغنقول لكم الله يرحمه، واحد المعلومه على هذا الشيء اللي تنقول لكم. انا راه عندي 25 عام وانا فيا السكر، هاد البنت اللي معايا راه ولدها بالسكر، ولكن شكون اللي فعنيه؟ فعنيه هاد الشيء، هاد الشيء بلدي. 25 عام السكر راه ماشي سهله، والحمد لله وباقي تنقاوم الحمد لله، والحمد لله والشكر لله. داكشي علاش انا تنخدم لكم هادشي طبيعي، كلو داكشي طبيعي، قد فيكم السكر قد ما فيكمش. ها انتم تشربوا شويه الماء، راه السكر ما تيقلاش، الشيء اللي تيقلا هو الماكله. فهاد الماكله اللي تناكلو ديال دابا، الخرس والزيت اللي سيور داكشي، هو هي اللي راه ولدت بيه البنات اللي معايا في القناه الحمد لله. ندير شغلي عادي، ندير كلشي ديالي عادي، كلشي عادي، ولكن تناكل هادشي بلدي. راه غير كاين شويه البرد، تبرد لكم في العواد، انا تنطيب في العواد، تنطيبو في العواد تنطيبو في البوطه. المهم حاجه صحيه راه ما كاينش بحالها. انا جربتها من راسي، ماشي قالها لي شي واحد ولا، جربتها من راسي. تمشي للطبيب تيقول لي، يقول لي غير شنو تاكل شنو تدير. صافي شي ديال العام ديال السكر راه ماشي سهله البنات. الله ينجيكم، الله ينجيكم، الله ينجي كل مسلم، والحمد لله عاش بخير بحالي بحال الناس اللي ما فيهم السكر. وحضرنا درت واحد الحنه ديال الشلفات، جات عندي واحد البنت من الرباط غتسافر غتمشي لدارهم، درت ليها شويه الحنه، بقى لي واحد شويه ودرتو في يديا. انا عزيز عليا هادشي بلدي. المهم انا باقي تنهضر معاكم، تحكوا عليا تقولوا لي الحنه ديال الشرفات، وعارف غنقول لكم درت الحنه ديال الشرفات. الله يحن عليكم وعلى وليداتكم وعلى رجالاتكم وعلى المغرب كامل بيسري. ها انتم البنات، ها محتاج لا هادي لا هادي، ها تنتلاقى معكم ديال الفلوس ان شاء الله ثلاث ربع.
المهم البنات سكسوها وتفور سكسو بالبداز بالبداز المهم هم كيما كتشوفوا راه خلينا تقريبا شي نص ساعه وكثر كاع. المهم حيت اللقطه فاش كنت صراحه كنديرو فاش كانت الوالده كديرو في الكسكاس مشاش ما عرفتش كيفاش مشات ليا داكشي باش ما قدرتش نوضها. المهم راه كيما درت لكم في الفيديو فتلاتو غير بالماء وصافي ودارتو في الكسكاس خلاته واحد نص ساعه تقريبا كيما كتشوفوا وها هو ملي تفور. حنا نديرو الملحه وشويه الماء نشرب شويه الماء ما شهيتكمش البنات اللي تتحم سمح ليا اللي كانت حدايا في ورزازات اللي كانت في ورزازات المهم اللي كانت في ورزازات ماشي حدايا اللي كانت في ورزازات مرحبا بها مرحبا بها حتى الا تتحم بغات هاد البداز ولا شهات هاد البداز تقولها ليا غير في الكومونتير ندي ليها طلطار هذا نوعدها نديه ليها طلطار واللي بعاد هذا جبنا عليكم التصاور. ها انتم البنات احنا عندنا شي ريحه لا نجيبها بيديا باش هي تكون البنت هاد البنت يبغي هاد البدات انا مع القله ما تنطفقش مع القله. ها انتو ها الطش بحال الاول ها القيت غير ما تكتبش بزاف الماء ما تقولوش ليا ما عندناش طحن ديال البداز راه تتباع في الحوانت الحمد لله في السواق كاين دابا موجود طحن ديال الذره حيت كاين ما كيعرفش بداز واش اللي يعرف بداز شلحوا ولعب هانتوما غير القز ديال الماء ما تكتروش باش ما يجي نتقس وباقي البنات غنقدم لكم حوايج اخرين عاديين واللي بغات شي حاجه ملي بغات تعرفوا شي حاجه ولا هادي قولها لي في الكومونتير مرحبا يا وسطي مرحبا هذا الشيء راه شفت معكم ماشي بغيت غير نشارك معكم داك الشيء اللي تندير انا هذا هو مهم ديالي في هذا في القناه هذه حيت تيقولوا لي عارف الحاجه اللي عارف شي حاجه يفيد بها الاخرين انا قلت هذا الشيء تنعرف ما قراش باش نحفظ القران الناس ما والو اللهم هذا الشيء تنعرف نشارك معكم كل واحد اللي تيعرف يشارك مع الناس ماشي تنقرا ونتطرف عاد نقدم لا كل واحد شنو عنده يقدم الله الرحمه بها الوالدين حنا تنستافدو منكم وانتم تنستافدو منا اللي قاري عاوتاني تقدم لنا حاجه ديال القرايه حنا خليو لنا غير الحوايج اللي ماشي ديال القرايه نقدمها لكم والحمد لله الحمد لله انا ما قلتش ما قريتش قريت الحمد لله داكشي اللي قصص الله في المحاربات الاميه الحمد لله قيت اميه بعدا خرجت من الاميه الله ينصر محمد السادس هو اللي ديرها لينا قريت الى عاودت لكم القصه ديال القرايه انا القرايه ديالتي حتى قريت واحد شويه راه شي نهار غنعاود لكم القصه ديال اللي جعلني تمشي نقرا محاربة الأمية الله يخلف حتى على اللي تيقريونا في الجوامع الله يخلف عليهم الله يجعلوا اليوم في ميزانة الحسنات صافي انتم ها ندير واحد شوية الزيت انا ما تكترش الزيت شي زيت بالحوت وشي صحي
صافي بزاف. دابا واحد شويه شرب شويه ونرد عطيني في الكسكاس بحال الاول نص ساعه مشات لينا التوره ديال داك التوره الاولى نص ساعه عاوتاني وغنسقيه كنبغي نسقي واحد لاني معكم وقبلوا عليا الله يرحم الوالدين نبر معايا الطبخ طبخ ساعي مطيشه والفلفله هانتوما البنات راني غندير الفلفله ولكن صبحوا لي على الحيد وحده حيت عندنا الدريه صغيره وانا شي جحاف تحيدت لي هاد الطربوش ديالها مطيشه الفلفله كيما خلاش تطلع غير واحد شويه نقول طيب طابت على الحيده زهرة كدق زهرة صباح الخير عندكم تقولوا حتى زهرة بنتي دايره الحنة ديال الشرفات لا راه ما دايرش الحنة ديال الشرفات اه دايره الزواق انت وريهم يديك يا زهرة قولي لهم الحنة باي باي قولي لهم باي باي قولي لهم الحنة باي باي المشاهدات قولي باي باي المشاهدات باي باي مصدومة نوقف فيها الناس قالت لك بغا البداز المهم البنات دابا راه الوالدة طردو التفويرة التانية صراحة يعني هي اخر تفويرة اصلا بالنسبة للبداز هانتوما البنات زهرة كتسنى بداز اه قالت لك بغا البداز بغيتي بداز زهرة بغيتي بداز صافي علاه تعلك حبيبة حيت جات ديك الوقت ما تحرقيش ها انتوما اللي متا جوج تفويرات ماشي تلاتة جوج تفويرات على حقهم وطريقهم نص ساعة لكل وحدة نص ساعة ولا ربع ساعة المهم كل واحد ولا كنت مزروبة غير ربع ساعة بقات وراه حتى يتجمر راه باقي نوري عليكم حتى يتجمر فوق الفاخر ان شاء الله زهرة دير باي باي للمشاهدين دير باي باي دير باي باي لحيد زهرة دير باي باي دير باي باي حيد يديك يا زهرة سلم عليهم سلم عليهم قول لهم باي باي باقي ما فطراش باقي الله نط لا لا زهرة لا اش كديري اش كديري قول لها والو قول لها فقت باقي ما شبعت الناس ياك طب هالبرد دابا وقت البرد فين اوسكار فين يلا جات فين اوسكار جيب باي المشاهدات دير لهم باي باي دير لهم باي باي دير لهم باي باي المشاهدات وريهم حنا وقف وريهم حنا وريهم حنا ديرها ديرها قول لهم ها الحنا اه شفت الحنا تنطلب منكم تحييكم زهرة وتمشي ديروا الحنا نتوما نتوما الله يحن عليكم السلام عليكم المشاهدون انتم غنسبقي داك بالدار يا جبروه ها بريمة ديالنا طاجن غنسقي في طاجن حتى تجمر حنا عندنا القصرية الا كنا مجموعين كاملين تنسقو في القصرية كاين القصرية ديال المجمر ولكن دابا قلال غير شويه غتقاو في الطواجن ها نتوما واحد المعلومه الا غتسقيو بالدال غتسبقوا شويه ها مشيت تجمر مزيان الشلوحه عفوا هاد القضيه انما هادي معلومه دي السر الاسرار ديال بالدال ها لي دابا غنبدا نحيدو راه ما غادي تصاب ما حتى شي حاجه ما تزيد لي حتى شي حاجه نيشان هل... بلاصتو الطاجين ديالو ولا القصير ديالو ولا الطفل ديالو قدر من الاحسن الطاجين حيت كيتجمر
حنا البنات ما بغيتش نهز بالمغرفه حيت تقرقب ما عجبش علينا داك التقرقيب. تهزت غير بعض المغرفه ديال العود زوينه صحيه تسمى المغرفه حتى بغينا نسدو نسدو بالمغرفه الاخرى. صراحه راه تتسنى بالدازه فها هي في الدروش تتسنى واخا باقي باغي ناكلو حنا دابا باقي الغدا حيت باقي غتجمر هي مشكلة تتسنى بالدازه. باقي غتقد باقي تصب من المغرفة إلا تسقاه وعاد غنهز من المغرفة اللي قلت لكم باش تهزيها دغيا. ها الورق ديال اللفت الورق ديال البصلة الكرنب وما شفتو كلشي من الأول راه تعايش هادشي حيت طبيعي. انا هضرت معاكم قبل قلت لكم اللي كان حدايا في واجد تشهد هاد بداس تتحم ولا غير شهاتو تقولها ليا نوصلها ليها حتى للدار. انتم المشاهدين هاني سيف البلان ديال الفوق تبان هو دابا انتم المشاهدين جبد الفلفله باش من هانتوما نعم شويه باللبن راه عندي اللبن ديالو واخا بغيتي نوريكم واخا بغيتي نوريكم كلشي الحمد لله كلشي كاين. تحيات الشروع اللي تيديرو هاد البداز والتحية لعرف تهوما تمر تعرفوه حيت الشروع تيقولو دزتو دزتو هادشي هادشي تندير دابا دزتو ها راه مسقي هانتوما تيبان ليكم مسقي وزوين ومجمد هانتوما المشاهدين عطيني من القاعة ديال زيت العود هانتوما غادي نشيل زيت العود من الفوق ما فيه لي ديال بزاف المعلقة شتو منو في الأول المعلقة البادات والمعلقة البرمة هانتوما هانتوما تبعوني دابا غنحطو فوق المجمر نجمر الطاجين الطاجين حيت عندي غير واحد المجمر لي درنا غتجمر واحد ونحيدو غتجمر لاخر باقي الحليلة دابا تكون ماشي 11 دابا بغينا نتغداو به ان شاء الله كتب الله. هانتوما تتقد تقد الطواجن ديالك وكلشي هانتوما صحاو راحو مرحبا بكم هانتوما غتبعوني غنحطو فوق المجبر صافي راه ماضي وكلشي مخاصش حتى شي حاجة ها المجبر دابا واحد نص ساعة يتجمر ندير لاخر عاد ندير لاخر نحيد هدا وندير لاخر إيوا ديك الساعة ما شاهدتكمش المشاهدين صبحوا ليا قبلوا عليا قبلوا عليا بزاف بزاف يلاه البنات نتلاقاو في فيديو جديد وبسلامة عليكم.